ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الاول من شهر سبتمبر لعام 2020 لاصحاب برج الميزان. برج الميزان سبق واتكلمنا على التوقعات كشهر سبتمبر بشكل كامل، وقلنا ان اساسا النص الاول هيكون عندنا ضاغط شوية، يعني ممكن يكون عندنا ضغط شوية، ممكن نتأثر بعصبية، نتأثر بنرفزة، ممكن يكون عندنا بعض الحاجات اللي احنا مطالبين بيها، شوية مسؤوليات زيادة. ده بالفعل اللي هيكون موجود عندنا خلال الاسبوعين، والاسبوع الاول هيكون اكتر، يعني هتكون حاسس بمسؤولية اكتر، عندك ضغط اكتر، بس الضغط ده لابد منه، يعني لا مفر منه، وفي نفس الوقت قدرت ان انت تتحمل المسؤولية بشكل جيد هتقدر ان انت تنجح، ونجاحك ده اللي هيبدأ ان هو يظهر على النص التاني. يعني انا بعتبر ان الضغط اللي ممكن يكون موجود ده مش حاجة سلبية ابدا، هو ضغط بس مش حاجة وحشة، مش كوارث، يعني مش حاجة صعبة جدا، لا، هي ضغوط عندنا، عايزين وقت زيادة. يعني اقول لكم بكل بساطة، احنا عندنا 24 ساعة في اليوم، ممكن نكون عايزين 20 ساعة كاملة عشان نقدر نعمل كل حاجة. طب نرتاح ولا نعمل حاجات اللي تخصنا احنا في 4 ساعات؟ ده بالظبط القصة اللي هتكون موجودة. وقت، ضاغط، مسؤولية قوية، بس برج الميزان انت قدها. يعني عشان نكون صريحين وواضحين، برج الميزان لو حد غيرك، وانا عن ثقة من اللي انا بقوله، لو حد غيرك ما كانش هيتحمل، كان هيبقى صعوبات قوية، اما احنا هيكون عندنا ضغوط بس في نفس الوقت احنا قدها. طيب عندنا من الناحية المهنية يا برج الميزان، من الناحية المهنية بتدور ان انت تعمل اسم لنفسك، عندك ضغوط في الامور الحياتية، ولكن بتحاول ان انت تدي عملك حقه، مش عايز ان انت تقل، مش عايز شكلك يبقى وحش، مش عايز ان انت، لا بالعكس، انت عايز تكون افضل وتترقى، عايز ان انت تكون اكتر. وبالنسبة للناس اللي هي اللي عندها مشاريع خاصة، اللي بتعمل اسم لنفسها، ده هيكون عندك انك بتدوس على نفسك اكتر، بتسعى اكتر. فالناحية العملية انت بتضغط نفسك زيادة عشان مش عايز انك تقلق، بالعكس انت عايز انك تعلى، على الرغم ان عندك ضغوط في الامور الحياتية، بس انت بتضغط على نفسك زيادة عشان انت مش عايز تقع، فده حاجة مهمة كتير. طيب عندك عروض مهنية اتكلمنا عنها قبل كده، الاسبوع الاول هيكون عندك منهم العروض دي، هتظهر منهم حاجات، هيظهر منهم على اخر 3 ايام في الاسبوع ده، هيكون عندك عرض مهم جدا جدا يخص الوضع المهني، يا اما عرض بيتجدد، يعني حد كان كلمك في حاجة وبيتجدد العرض ده مرة تانية، يا اما هيكون عندك شيء جديد. وحاجة تانية مهمة كتير، عندك في اواخر يومين من الشهر اغسطس وبداية اول يومين، يعني لسه احنا عندنا هو في بعض الايام الحلوة اللي بنلعب فيها، اللي هو كان يوم 30 و 31 معانا، بقى 1 و 2 معانا، هيكون فيهم احساس بالايجابية شوية. عندك ضغوط ومسؤوليات بتبدأ من اول يوم واحد، اول يوم واحد عندك ضغوط ومسؤولية عشان نكون صريحين، بس احنا قدها، بس في شيء ايجابي هيكون مسيطر عليك، بيخفف الحملة، بيخفف المسؤولية، استمتع قوي قوي بالشيء الايجابي اللي ممكن يحصل، سواء خبر، سواء زيارة، سواء مكالمة، حاجة ممكن تكون بسيطة، او حاجة ممكن تكون عرض قوي برضو، او شيء مهم كتير في حياتك، او هدية قوية جدا، او خبر حلو، او انت منتظر ناس، رجوع ناس من سفر، او رجوع ناس، هيبدأ ده يحصل لك في خلال الايام دي، ده هيصبر عليك باقي الاسبوع، يعني هيصبر عليك الايام اللي فيها ضغوط بعد كده. حاول تستمتع، وكل ما تلاقي فرصة قوية ان انت تستمتع بيها او ايجابية امسكها، يعني اقفش فيها بشكل قوي، ده هيدي لك طاقة ايجابية اكتر. برج الميزان حاجة مهمة كتير، ما تضغطش على نفسك اكتر، يعني ما تقعدش تقول ده انا مهموم ومتضايق، ولا ما تشتكيش الهمة، عادي، يعني اعتبر اي حاجة فيها مسؤولية فيها ضغط هيعدي، فكر بس في الايه الايجابي اللي هيحصل، ايه الحاجة الحلوة، ايه اللي انت خلصت منه، لان في حاجة مهمة، الضغوط اللي عندك عملية مهنية عاطفية امور حياتية كلها هتعدي، يعني كلها هتعدي من عليك، يعني انت بتشيل حمل من عليك. عامة يا برج الميزان برضو في خلال الاسبوع ده في الوضع العاطفي عندك شيء جيد، الامور العاطفية عندك هتتجدد وتتحسن، عندك كتير معجبين بيك هو من بداية الشهر، عندك في فرص قوية، ولكن الماضي مسيطر عليك بالنسبة للناس اللي هي ليها قصة في الماضي، يعني ممكن تكون انت منتظر حب جديد او حتى في علاقة عاطفية، ولكن الماضي كده بتفتكره، ممكن على فكرة نكون حلمنا حلمة او حد بيعيد لنا ذكريات، روحانياتك كده بتنغنش في الماضي شوية، ده اثر شيء مهم ان الماضي بيفكر فيك جدا.
الماضي عايز يرجع لك كتير جدا، واتكلمنا على الموضوع ده وهتكلم فيه في التوقعات العاطفيه ان الماضي عايز يرجع لك بنسبه قويه قويه جدا جدا، بس المشكله فيك انت انك مش عايز ترجع بشكل قوي او نسبه قليله جدا اللي بتفكر في الرجوع عشان ترجع. بس اقول لكم على سر، اول ما هتيجوا لحظات الرجوع او لحظه الرجوع هيبدا عندكم احساس اللي هو ايه القرف ده، مش عايز ارجع، فده هتحسوه كتير عشان بس نكون واضحين. طيب عامة يا برج الميزان، عندك الوضع العاطفي فيه كتير من اللي عايزين يرجعوا لك، وده شيء حلو وجيد، بس في نفس الوقت انت هتكون في حالة مش حلوة ان انت ترجع، انك تسمح للرجوع، لانك هتكون اكثر عصبية، لانك هتكون عايز تاخد حقك كتير جدا. انت حسيت بالرجوع ده هيحسسك بحاجة حلوة، لكن في نفس الوقت لو انت اتظلمت مش هتسيب حقك، فده هيدخلك في مشاكل وتحديات واحنا في غنى عن الكلام ده كله. برج الميزان، الوضع الاجتماعي والعائلي، الوضع الاجتماعي والعائلي ما تفكرش في اي خلافات، لانك عندك خلافات عائلية، عندك مشاكل عائلية، شايف ان في اشخاص كده حاقدين عليك، وده بالفعل حاصل يعني. فنخلي بالنا كتير ان انت ما تسرش الكلام، ما تحاولش ان انت تتكلم في الموضوع الخلاف ده مع اي حد، ما تحاولش ان انت تقول كلمة سلبية عشان هتتمسك عليك وهيتقال ان انت قلت وعدت وسويت. فلازم اخلي بالي كتير من الكلام اللي انا بقوله، لان كل الكلام ده ممكن يكون مسجل عليا. اي نعم، انتوا ما بيهمناش، اللي يقول يقول واللي يسمع يسمع، وايا كان مش حقيقة يلا، بس في نفس الوقت انت مش هتبقى فاضي للجدل والحوار اللي حد يجي يعتب عليك انت قلت وما قلتش والكلام. كبر دماغك، كبر دماغك، مش وقت الحاجات دي كلها. فاي حد يجي يفتح في الكلام معاك في اثر اي خلاف، قول انا مش عايز اتكلم في اي خلاف. كمان حاجة تانية، هيكون عندك نسبة من الصلح او التصالح موجودة في خلال الاسبوع ده. لما تيجي تتصالح اتصالح، بس ما تجادلش، اللي هو انتوا كويسين اب خير الحمد لله، مش انت عملت وسويت ورحت وجيت، لا انسى الكلام ده. حاجة تانية كتير برضو مهمة في خلال الاسبوع ده، ان هي يعني نقولها كده، نخلي بالنا، خلي بالك من التسرع، وادرس كل كلمة وكل جملة وكل طريقة وتصرف انت بتعملها، لانك انك محسوب من كل حاجة او محسوب لك كل حاجة، فلازم تكون دقيق جدا جدا في اختياراتك وقراراتك يا برج الميزان. برج الميزان كمان ممكن كمان عندك في الروحانيات بتاعتك عالية، فهنلاقي كتير من اصحاب برج الميزان انك ممكن تحس بحاجة جنبك، بصوت في ودنك، باحلام بتحلق. بصوا موسم الاحلام، يعني انا بعتبرها هقولها لكم كده، هيكون عندنا احلام كتير قوي بنحلمها، عندك ذاكرتك شغال، عقلك الباطن شغال مع روحانياتك، فده بيخليك انك تعرف حاجات كتير، هتحس انك مخاوي كده، يعني ايه يا عم ده، هتحس ان انت في يعني حاجه معاك لدرجه انك ممكن تخاف من نفسك. ما عشان كده بقى برج الميزان انا عايز اقول لكم ما تخافوش، يعني خلوا قلبكم جامد كده. هيكون عندنا الشعور ده موجود كتير في الاسبوع الاول، لانه اثر الضغط اللي موجود علينا وعقلنا الباطن شغال هيخلي روحانياتك مع روحانياتك، فيخليك ان انت اللي هو عندك الهسهس، احنا بنقولها بمصري كده، اللي هو يعني هواجس كده، بتخاف كده، اللي هو حاجه بنيجي بلمس، يعني احنا بنقولها برضو كده بمصري، يعني عندنا مش عارفه اقولها ازاي، اللي هو يعني انك قلقان من اي حاجه، اي خبطه تتفزع، فده هيكون موجود كتير الاسبوع ده. اسبوع ضاغط زي ما قلنا، بس مسؤوليه واحنا قدها واقوياء، واحنا ايجابيين جدا، واحنا صناع الايجابيه، فاحنا مش عايزين ان احنا نقلق من حاجه. وعشان نطمن اكتر، احنا عندنا الاسبوع التاني جيد جدا، نتيجه قويه ممتازه، في تصالح، في قوه، في ثقه في النفس، فاحنا عايزين نكون ايجابيين اكتر عشان الاسبوع ده، مش عايزين نقل، لان لو قلنا احنا النتيجه مش هتكون كافيه او مش هتكون قويه او حلوه. ده يعني تحذير قوي. برج الميزان، انا بحبكم جدا وبعشقكم جدا، واحلى برج في الدنيا عامه. انا بشكركم وبتمنى ان انا اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.